راح تتم عن طريق اللي قلناه الكنترول وورد. خلينا نتعرف على المراتب للكنترول، شلون انا اجي ابرمجه، لازم اعرف كل مرتبه بالمراتب. هذه الكنترول وورد راح تمثل، راح تمثل شيء او صفه من صفات الكونفيجريشن للانبوت اوتبوت ديفايسز اللي انا اريد اربطها على اساسها. اني على اساسها اليوزر يقدر يتحكم ويبرمج هذا البي بي اي بعمليه الربط. انطي المواصفات العامه للربط، شنو اللي راح يتم اعرفه، انطي هويات لكل شيء موجود بعمليه الربط هذه. فلو نتعرف على المراتب، كل مرتبه راح تعني شيء في عمليه الربط هذه، فحتى نبرمج هذا البي بي اي وننفذ عمليه الانترفيس. فنرتب المراتب من دي 0 من ال اس بي الى الام اس بي اللي هو دي 7، راح نبدي من الام اس بي. الدي 7 هي راح تقوم بعمليه برمجه هذا البي بي اي. هل هو راح يقوم بعمليه انترفيس بين انواع الانبوت اوتبوت اللي تكلمنا عليها قبل قليل، لو راح ننفذ عمليه البيت سيت ريسيت اللي تكلمنا عنها اللي ينطيني اياها المراتب السويتشنج سيجنالز اللوجيك 1 لوجيك 0 راح ينطيني اياها بورت سي. فهل هو راح يشتغل ضمن مود بيت سيت ريسيت اور اكتف؟ اكتف يعني يقوم بالعمل اللي هو المناطبي لعمليه الانترفيس بين الانبوت اوتبوت بين البروسيسور. ف مود هذه البيت هي راح تنفذ وتشغل المود. هل هو بيت سيت ريسيت نجعلها صفر، واحد، هل هو اكتف؟ اكتف يعني يقوم بربط بورتس اللي انبوت اوتبوت بورتس من خلال البورتس الموجوده ويجهزنا اياها بي بي اي، واضح؟ فواحد اذا يقوم اكتف اذا يقوم بالعمل، اي مود من المودز اللي ممكن تربط انبوت اوتبوت ديفايس، هل هو مود 0 مود 1 او مود 2، واضح؟ فنتعرف مود، هذه المودز تحدد بالمراتب البقيه، بس المهم انه هو اكتف بينفذ مود انبوت اوتبوت مود مو بالسيت ريسيت. البيت سيت ريسيت لما يكون صفر راح ينشغله كانه سويتش وينطيني اشارات اللوجيك 0 لوجيك 1 او اون اوف، راح ينطيني اياها مراتب البت بورت سي، مراتب بورت سي متعرف عليه لاحقا ان شاء الله. فاول مرتبه انه احدد تشغيل هذا البي بي اي، راح ينفذ لي بيت سيت ريسيت لو اكتف انبوت اوتبوت مود انبوت اوتبوت مود، واضح؟ دي 6 عن دي 7 مرتبتين راح تحدد المود لجروب اي، المود لجروب اي او بورت اي، واضح؟ وقلنا تو جروبس او بورت اي مره يشتغل منفصل او مره يشتغل كجروب، ويشتغل بي 2 مود ايضا مود 1 بالاضافه الى المود سمبل مود. ف جروب اي او بورت اي يشتغل ب 3 مود، مود 0 وضحناها قبل قليل، ومود 1 ومود 2. بما انه 3 احتمالات قربناها الى 4، اذا يحتاج مرتبتين حتى ننفذ عدد الاحتمالات الثلاثة اللي هي قربناها الى 4. فمرتبتين راح تحجز من الكنترول وورد اللي هي بت رقم 6 وبت رقم 5 لتحديد المود اللي يشتغل به جروب اي او بورت اي، واضح؟ جروب اي هو شنو؟ هو بورت اي زائد الابر للسي، بورت اي زائد الابر للسي، واضح؟ المهم بيت رقم 6 وبيت رقم 5 راح تحدد المود. لو نشوف هنا هسه ننزل الى هنا هذا الجدول، شنو المود اللي راح يشتغل به بورت اي؟ شلون نختاره؟ شلون نختار نوع الديفايس اللي حربطه على بورت اي؟ بين 3 مود، مود 0 مود 1 مود 2. مود 0 يعني سمبل ديفايسز، مود 1 يعني هاند شيك ديفايسز، مود 2 يعني باي دايركشنال ديفايسز. فصفر صفر احنا دا نشغل ديفايس نوعه مود 0 الى بورت اي، صفر واحد معناته نوع الديفايس هو او المود اللي حيشتغل بيه بورت اي حتى يتم عمليه الانترفيس حسب نوع الانبوت اوتبوت ديفايس المربوط له هو مود 1 يعني هاند شيك، باي دايركشنال يصير واحد صفر. فعندي 3 احتمالات، فالاحتمال الاخير هو دونت كير ما يهمني. فواحد اكس مرات يكتبوا مو صفر، واحد اكس هو مود 2 لان ما عندي مود 3، واضح؟ ما عندي واحد واحد احتمال الاخير، فواحد اكس مهما تكون هاي القيمة ايش قد هي هو مود 2، واضح؟ حتى اذا صار خطا مود 2، واضح؟ اذا بورت اي يشتغل ب 3 بورت 3 مودز، مود 0 مود 1 مود 2. مود 0 نمثلها ب 0 0 بمرتبة دي 6 ودي 7 دي 5، ومود 1 1 0 ومود 2 1 اكس، مو 1 0 1 اكس.
هو 1-0 بس حتى الاحتمال الاخير يقفل بعد ما عندي احتمال رابع. واضح؟ دي 4 راح تحدد الديفايس الموجود على بورت اي هل هو انبوت لا اوتبوت. فاول حرف من كلمه انبوت اي واوتبوت او، فواحد حتى ما ينسى ان شاء الله يكون سهلة بعمل البرمجة، فالمستخدم أو المصمم صممها بهالطريقة هذه. واحد هو input من أول حرف من I، من input I واحد. ف بيت رقم 4 تحدد البورت هذا حيربط device input ل output. واحد input، صفر output من حرف O، صفر output. واضح؟ واحد input، صفر output. إذا كانت قيمة الديفايز مربوط انبوت راح نخلي قيمة هذا المرتبة اللي هو دي 4 واحد، إذا كان اوتبوت راح نخلي قيمة صفر. واضح؟ هذا المبرمج هو يقوم بعملية صياغة الكنترول وورد بهالطريقة هذه. البي ابر، البي سي ابر، بورت سي الابر، الأربع بت الابر قلنا تشارك في جروب اي، فها الأول مرتبة توضع بصف أو بجانب المرتبة اللي تحدد بورت A أو جروب A هي البورت C upper. بورت C upper إذا D3 تحدد بورت C upper شنو نوعه؟ input لا output، لأن هو أصلاً ما بي مود، هو يشتغل فقط مود 0، وممكن بقية المود يشارك الجروبس جروب A وجروب B بعملية انتقال الكنترول سيجنالز خلال وتنفيذ الانترفيس. واضح؟ فما عندي اختيار للمود، فقط بجروب A وجروب B. واضح؟ أو بورت A وبورت B. فبورت C الجزء اللي يشارك جروب A راح يوضع بجانب بورت A. فاحنا بعدنا نتكلم عن بورت A بهذه المراتب، إذا المرتبة اللي بعدها مباشرة تحدد نوع بورت C الأربعة بت الأولى. فالأربعة بت الأولى إذا كانت بالبورت A يشتغل بمود 1 مود 2 راح تقوم بعملية انتقال أو تنفيذ control signals. إذا simple devices راح يشارك port تكملة البورت موجودة ب D0 الأربعة بت اللور. فإذا الأربعة بت الأور بجانب الـ A وأربعة بت اللور هي بجانب الـ B. واضح؟ فإذا هو يشتغل مود 0 فهذه المرتبة تشبه هذه المرتبة، ما ممكن أنا أفصل اثنيناتهم، ممكن بعض الاحتمالات إنه أربعة تكون منفصلة. إن شاء الله ناخذها لاحقا في حل التمارين والإكسرسايزز. واضح؟ فبورت C أبر أقدر أحدد نوع الديفايز هل هو input أو output عند تشغيله مود 0 بهذه المرتبة اللي هو D3. فD3 تأخذ نوع الديفايز المربوط إلى بورت C. واضح؟ واحد من input وزيرو إذا كان output. واضح؟ وعادة إذا هذا البورت يشتغل مود زيرو، وين الجزء المكمل إليه لبورت C؟ هو بالمرتبة LSB للكنترول وورد اللي هو بورت C لون. واضح؟ فتأخذ نفس القيمة. وإذا شغلنا جروب A وجروب B ما راح يكون إلى أي قيم أخرى، إن شاء الله نأخذها لاحقا، قد ما نأخذها حتى نختصر بالمادة هذه السنة. تحمل أو تنقل إشارات الكنترول خلال تنفيذ مود 1 ومود 0 ومود 1 ومود 2. واضح؟ خلصنا مود أو جروب A، هذا جروب A خلاص. فأول مرتبة بعد D3 اللي هي D2 اللي هي تحدد المود، نعيد كل ما التفاصيل اللي حكينا عليها بجروب A راح نعيدها لجروب B. فإذا هاي المراتب اللي بعدها هي مراتب LSB راح تحدد جروب B. أول مرتبة تحدد أحدد المود، شنو المود اللي راح يشتغل به هذا الجروب أو هذا البورت. واضح؟ فبورت B تعرفنا عليه قبل قليل إنه يشتغل 2 مود فقط، مود 0 مود 1، ما عنده مود 2 مثل جروب A. فجروب A أخذ مرتبتين حتى ننفذ عدد الاحتمالات. جروب B لا، هي مرتبة واحدة تحدد، هي يا هذا المود يا مود آخر، أما مود 0 أو مود 1 فاحتمالين. فعندي أحتاج مرتبة واحدة لتحديد مود جروب أو بورت B. فأما 0 هو مود 0 أو 1 هو مود 1. واضح؟ المرتبة اللي بعدها تحدد نوع الديفايس، هل هو input لا output. احنا حددنا المود مالته نوعه، نوع الانبوت الديفايس. هسه نحدد هل تحديد بالضبط نخصص هل هو input لا output عن طريق المرتبة اللي بعدها اللي هو D1. واحد input صفر output. واضح؟
من يشارك العملية ويا جروب بي هو البي بورت سي لور، قلنا هي ال اس بي للكنترول وورد، واذا اشتغل هذا البورت سي مود زيرو راح يشارك دي 3 بتحديد الانبوت او اوتبوت ديفايس بالنسبة للمربوط الى بورت سي. واضح؟ تتوضح ان شاء الله بمثال، راح نوضحها بمثال فور اكزامبل بالسلايد القادم. نوضح الكنترول وورد شلون راح نصيغها لعملية برمجة البي بي اي هذا بهذا الاكزامبل. الاكزامبل يحدد ان الكنترول وورد اللي صاغها اليوزر هو 82 اللي تمت عملية برمجة هذا البي بي اي. فشنو الكونفيجريشن او الوصف العام للانبوت اوتبوت ديفايسز اللي وضعت بالكنترول وورد لحتى نبرمج بورت A بورت B بورت C ب 8255 بي بي اي. فشلون نحددنا؟ مشينا بالعكس، جينا باتجاه المعاكس. انا عندي الكنترول وورد، اشوف شنو الكونفيجريشن اللي وصفها ب الانبوت اوتبوت ديفايس وصفها باليوزر حتى اوضع الكنترول وورد او برمج البي بي اي بالكنترول وورد 82. 82 هذه بنظام الهكسا، قلنا حتى نصغر عدد المراتب الموجوده بالباينري نكتب دائما الارقام بالنظام الهكسا. واضح؟ فنفتح الرقم او نحوله الى كود باينري كود حتى نقدر نتعرف على الصفات الموجوده اللي صغناها بكل مرتبه من مراتب الكنترول وورد. فنحول الكنترول وورد ال 82 هكسا الى باينري نمبر. فالباينري نمبر لهذا النظام تحولت او هذا الرقم هو 0201000، كل مرتبه هذا ما يقابل رقم 2، و8 هي 0001. مرتبة رقم 7 قلنا هي اللي تحدد هل هو active or not، فبما انه هي 1 فاذا هو مو بالست ريسيت، هو active يعني input output device مربوطة الى input output mode، اذا اكو devices مربوطة الى port A port B port C. شنو نوعها بالمراتب البقية؟ المرتبتين الستة والخمسة تحدد مود port A. شنو مود port A؟ فشنو انواع الديفايس المربوط الى port A ك انواع الثلاثة الرئيسية، اما simple device or handshake or bidirectional عفوا. فصفر صفر هو simple device مربوط الى port A، اذا port A هو mode 0 يعني simple device. واضح؟ المرتبة اللي بعدها تحدد هل هو input لا output، هو simple اوكي بس هو input لا output، فالD4 صفر معناته هو output port يعني مربوط output device الى هذا port هو port A. والمرتبة رقم 3 راح تحدد الـ P upper بالنسبة اللي تشارك جروب A، شنو نوع الديفايز المربوط لها؟ بما انه هو قيمتها صفر اذا نوع الديفايز المربوط له هو output device. ونشوف نلاحظ انه D0 يشبه لها التكملة لها، اذا كلهم هم مود 0 مربوطين. اوكي ليش هذه قيمتها وعرفتها انه اكو بها input output device؟ إن هو بورت A ده يشتغل مود زيرو، بما انه يشتغل مود زيرو اذا ما يريد الابر منفصلة عنه تشتغل. اوكي ايش وقت يحتاج ال بي سي ابر؟ لما يكون مود 1 او مود 2 يحتاج الكنترول سيجنال تدخل عن طريق الاربع بت بالنسبة لبورت سي. واضح؟ بما انه هو مود زيرو فما يحتاجه، اذا اكو ديفايس اخر مربوط على بورت سي. فدي 3 ودي 0 هتاخذ نفس القيمه اذا كان 8 بت هذا الديفايس، فبما انه هذا هنا صارت صفر يعني اوتبوت ديفايس، هنا ايضا التكمله هو صفر الاوتبوت ديفايس وحجمه 8 بت. لو كان 4 بت هتاخذ قيمه شكل هذا بالشكل. اوكي حسب نوع الديفايس انبوت اوتبوت. اوكي كملنا بجروب A، راح ندخل في جروب B. جروب B يدخل من عن طريق دي 2 ودي 1. دي 2 دي 1 D2 تحدد مود، اول شيء نحدد المود نوع نصنفه نصنفه هذا الـ input output devices، وبعدين نحدد هل هو input لا output. اوكي فD2 تحدد المود لجروب B او port B، صفر معناته شنو؟ مود 0، صفر مود 0، فاذا port B هو مود 0. شنو نوع input device لا output device؟ تحدد المرتبة اللي بعدها اللي هو D1، واحد معناته input device، إذا port B هو mode 0 أي simple devices وهو input port، لأن ربطنا input device على هذا ال port. واضح؟
بورت سيجنال الأبر واللور ده نشوفهم اثنينهم صفر، معناته هي مود زيرو وهو أوتبوت بورت، مود زيرو وأوتبوت. فإذا الصفات العامة نقلتها وبرمجت من خلالها عن طريق الكنترول وورد وصفت الربط والانترفيس بين هذه الديفايسز اللي ربطناها على البورت من خلال البي بي آي إلى البروسيسر. واضح؟ قلنا نحتاج هذا البي بي آي بالبارالل كونكشنز. شلون ننفذ عملية البارالل كونكشنز من هذا البي بي آي؟ وش قد أحجام الماكسيموم نمبر أوف بارالل كونكشن من هذا البي بي آي أقدر أستخدم؟ نقدر نستخدم 16 سلايد من البي بي آي وننفذ عملية الربط بينها وبين البروسيسر. هذا 16 تم عن طريق اختيارها عن طريق تشيب سيلكت. شلون نختار عن طريق تشيب سيلكت؟ على نفس المبدأ اللي مشينا عليه بعملية ربط الذاكرة، إذا تتذكروا بالمحاضرات السابقة شلون ربطنا الذاكرة إلى البروسيسر. قلنا أجلنا عملية البارل كونكشنز، راح نشرحها بصورة تفصيلية بالبي بي آي اللي ما عندنا بأي تصميم، كلش بسيط مو مثل الذاكرة شوية. أريدكم تركزون على عملية تصميم الذاكرة. هنا بالبي بي آي العملية أسهل، فعملية تخيل الربط يكون أفضل وأحسن. فعملية ربط البارالل بين البي بي آي أيضا أخذت نفس الفكرة اللي تممت عملية اختيار أو تشيب سيلكت للذاكرة. قلنا صنفت على أنه هي 2.0.1. 0 كانت even address و 0.1 كانت هو odd address. واضح؟ هنا نفس الحالة، راح يصير عندي جزء odd address وجزء قلنا الادرس نحتاجه للبورت ايضا. البورت او الانبوت اوتبوت ديفايس يحتاج ادرس حتى نحدد اي ديفايس راح تقوم بعمليه القراءه او الكتابه اذا كان انبوت او اوتبوت ديفايسز بالنسبه للبروسيسر. فنحتاج عنوان نروح له ويروح للبروسيسر ويذهب اليه ويختار هذا الديفايس عمليه الربط. اذا بالبارالل كونكشنز قلنا 16 نوع اقدر احدد. ليش 16 نوع او 16 العدد من البي بي اي سلايدد ممكن استخدمه او الاي سي؟ لان عندي قلنا العدد هو باينري، وحددنا انه هو نفس الربط ونفس الفكره اللي تمت بعمليه تجزئه الذاكره ب 2 بانكس، بانك 0 بانك 1. بانك 0 كان ايفن ادرس وبانك 1 هو كان اود ادرس، والبانك زيرو اللي هو قلنا بالميموري بالنسبة للميموري هو اللو بايت والبانك وان هو الهاي بايت. اوكي، هنا نفس الحالة، هو اقل شيء ممكن يتعامل معه هو بايتس هذه البورتس. فنفس الحالة عندي لور ادرس وأبر ادرس. اللور ادرس اللي هي ايفن ادرس والاود ادرس. واضح؟ ف كل واحد من عندهم ممكن اربط، او كل ادرس من عندهم كان ايفن او اود انفذ بثمانية سلايد، فثمانية بالابر وثمانية باللور. فهذه ثمانية، ثمانية سلايد، هذه ثمانية سلايد هي اللي هي اود ادرس او ايفن ادرس، وهنا السلايد البقية. شلون اعرف هذا اود ادرس وهذا ايفن ادرس؟ تتذكرون شلون نتعرف عليه بالذاكرة؟ قلنا الاي زيرو اكتيفيت الايفن ادرس. ليش الاي زيرو؟ لان اكتيف لو والاي زيرو بالايفن هي اصفار. واضح؟ فما احتاج بعد، خلاص الاي زيرو هي اكتيفيت اللو بايت اور الايفن ادريسز، وهنا احتاج الايفن ادريسز. والاود ادرس الاي زيرو هي ايش كنت قيمتها؟ وحدات، ما تنفعني بالتشيب سيلكت. منو راح تنفع؟ الاشاره اللي تميز الـ 86 اللي تعرفنا عليها هي البايت او الباس هاي انيبل. فالباص هاي انيبل. لو نشوف هنا أنا بهذا الجروب اريد اشوف شنو الـ 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 الاشاره اللي ممكن اني اسوي لها اكتيفيت فور تشيب سيلكت. فاذا اكو تشيب سيلكت بالموضوع، هو راح يحدد هذه الثمانيه هي اود اور ايفن. واضح؟ فهذه المجموعه هي ايفن وهذه المجموعه هي اود. عندي مجموعتين ايفن اود. شلون نعرف انه هاي ايفن؟ انا عرفتها انه هي ايفن وهذه عرفناها هي اود. نعرف عمليه الربط شنو هي. واضح؟ فأهم شيء راح نشرح التشيب سيلكت وبعدين نوضح التفاصيل البقية. التشيب سيلكت عندي 8 احتمالات، يعني أنا ما تنفعني إشارة واحدة. قلنا الإيفن راح يحددها لأي زيرو، والأود راح يحددها أو التشيب سيلكت يتم اختيارها عن طريق التشيب سيلكت اللي هو الباص هاي إنيبل، لكن أنا عندي 8 بكل مجموعة. أي واحد من دول الثمانية يقوم بالعمل عن طريق قلنا ديكودر اللي اسمه 138، يعني 74. كل الاي سيز هذه تقول لك تبدي ب 74.
74138. هذا 138 تماخذيه بالمرحلة الأولى، هذا هو 3 × 8 ديكودر. عندي أريد 8 احتمالات، فأحتاج ديكودر ينفذ لي عملية الاحتمالات وعملية الاختيار مثل ما أخذنا تصميم الذاكرة إذا تتذكرون. فإذا ديكودر 138 هو راح يعطيني 8 احتمالات، يعني 8 إشارات كنترول أقدر أختار أي chip select من دولي الجروب الأودي راح يشتغل، أو أي chip select من دولي المجموعة اللي هي even address. واضح؟ يعني ما تنفعني إشارة واحدة، أنا أريد بعد إشارات تحدد وتسيطر على عملية الربط. واضح؟ فهاي ينفذها منه 138 الديكودر. شو النوع هذا؟ 3 × 8 ديكودر. لو نشوف هنا هاي البابل، ليش معنى هذا النوع من الديكودر؟ ليش مو غير رقم؟ لان هذا ينطيني اكتف لو اوتبوت، واني احتاج تشيب سيلكت اكتف لو. واضح؟ فهذا 138 صمم لهذا الغرض، انه ينطيني اشارات كنترول ديكودينج دي انبوت تو 8 كنترول اوتبوت اللي هي اكتف لو، بها بابل، بها انفرتر. اوكي، تقوم بعملية أو نربطها بالchip select لكل واحد من الجروب والمجموعة السلايد والتفاعل. واضح ليش؟ ونفس الشيء بالنسبة للذاكرة طبعا نقدر نعمم الموضوع. شنو مواصفات هذا 138؟ عنده 3 input، مو 3 × 8، عنده 3 input A, B, C، وعنده activate أو chip select 3 gates. أوكي، أو 3 input signal اللي هو gate 1 أو بما يسميها gate to A gate to B، يعني 2 جروب من البوابات، وهذه البوابة الأصلية اللي active high. فثلاث بوابات أو 3 chip select ممكن أني أشغل هذا PPI، هذا الديكودر اللي هو active high gate واثنين active low، يلا يشتغل ويقوم بالعمل بكديكودينج دي input 3 اللي هي A B C، ويحولها إلى 8 إشارات active low. الإشارة الأولى هي أكتيف هاي وإشارتين أكتيف لو. الإشارتين أكتيف لو هي راح يتحدد هل هذا الربط، هذا الأدرس، هذا الطريق اللي أمشي به هنا حتى نسوي شنو أو نربط شنو؟ نربط input لأوتبوت ديفايس. فأول إشارة أحتاجها هي ميموري لأوتبوت أوتبوت ديفايس، أول إشارة إنيبل حتى نفعل هذا الطريق ويقوم عملية الربط. أوكي، فميموري لأوتبوت أوتبوت ديفايس أحتاجها وهي أكتيف لو، لان اني انبوت اذا كان انبوت اوتبوت ديفايس هو اكتف لو، فاجي اربطها الى اول بوابه اللي هي اكتف لو. والباس هاي انيبل هي تحدد هذه المجموعه اللي هي شنو اود ادرس. اذا نفس الشيء بالمجموعه الثانيه اللي هي الايفن، هذا يبقى هاي البوابه هي مربوطه الى ميموري انبوت اوتبوت ديفايس اللي هي اكتف لو، انا احتاج انبوت اوتبوت ديفايس تقفل لما يكون ميموري، ما يمشي بهذا الطريق لما يكون ميموري، لكن شو وقت يكون يتفعل هذا الطريق او هذا الانترفيس عن طريق لما يكون input output device. واضح؟ فهذه هي الجيت والبوابة اللي تسمح بمرور او تفعل هذا الطريق بعملية الانترفيس. واضح؟ البوابة الثانية الاولى هنا بالمجموعة الاولى شنو كانت؟ الباص هاي enable، فاذا هاي مجموعة الاود ادرس. اوكي؟ هنا الاي زيرو اللي هي مجموعة الايفن ادرس. واضح؟ هاي البوابة الثانية. البوابة الثالثة بهذا الديكودر اللي هو بقية الأدرس الموجودة من أي 0 إلى أي 50، مقلنا 16 بت أدرس، إحنا تكلمنا عن الأدرس أو النوعين للإنبوت أوتبوت ديفايز، أما isolated input output device أو memory mapped input output. memory mapped هي 20 بت مثل ذاكرة بالضبط، وقلنا نأجل بمجرد تعرفنا عليها ما راح نأخذ ربطها أو راح نشوفها إن شاء الله بالسلايد القادم حتى شوي نأخذ فكرة. والايسوليتد هم 16 بت، الايسوليتد هو 16 بت، العناوين تتراوح من 4 اصفار الى 4 اصفار. اوكي، فالبقيه العناوين من اي 0 الى اي 15 او من اي 1 الى اي 15 راح تربط من خلال الجيت هذا. فايش قد بقى من المراتب راح نشوف ايش قد يبقى من المراتب. اوكي، واضح؟ فالمهم اول مرتبه اللي هي ال LSB هي راح تحدد even or odd. هنا اي 0 ربطناها الى البوابه الاكتيف لو لل 8 ال 138 ديكودر اللي عندي parallel connection، وهنا الباص هاي انيبل لل odd جروب. واضح؟ الاثنين اشارتين اكتيف لو، واحده للميموري انبوت اوتبوت ديفايس والاخرى للباص هاي انيبل بالنسبه لل odd جروب، والايفن جروب راح نربط له ال LSB بيت من الادرس. واضح؟
احنا نختار اي سلايد هو عن طريق العنوان. انا شلون اختار اي سلايد؟ العنوان هو اللي يحدد عمليه الانترفيس، عنوان الانبوت اوتبوت ديفايس. اذا المراتب البقيه بالنسبه للادرس هي راح تحدد هذا هاي العمليه. اول مرتبه من الادرس اخذناها بتحديد الجروبس، جروب ايفن وجروب اود، والباص هاي انيبل، تمت هذه العمليه بعمليه اختيار الجروبس. ايش بقى عندي؟ اهم تو ادرس وتحدد بكل سلايد، مو عندي 3 بورتس بيحتاج لها تو ادرس لاين. بالبدايه حكينا اذا سنجل كونكشن قلنا اي 0 اي 1، زين هذا بارالل كونكشن، والاي 0 اخذناها بهاي المجموعه، اذا نختار المرتبه ال اس بي اللي بعدها مباشره اللي هو اي 1 واي 2. اي 1 واي 2 هي راح تنفذ عمليه اختيار البورت من كل سلايد، واضح؟ فاذا اي 0 اخذنا بارالل كونكشن، جروب ايفن وجروب اود. بعدها من الادرس الواحد والاثنين راح تحدد نوع البورت بكل سلايد، واضح؟ انحجزت لتحديد البورت من كل بي بي اي، شنو البورت راح يقوم بعمليه الربط، هل هو بورت اي ام بورت سي ام بورت بي، واضح؟ ايش بقى من الادرس؟ بقى من مرتبه رقم 3 فما فوق، احتاج بكل ديكودر انبوت، مو صحيح؟ انبوت حتى نحدد انا تشيب سيلكت اي واحد منهم راح يشتغل من فراغ كونكشنز، اي واحد منهم راح يقوم بعمليه الربط. التحديد نوع السلايد او عنوان السلايد، من قلت عنوان السلايد هو مراتب العنوان البقيه، فاذا انا ثلاث مراتب وثلاثه انبوت احتاجها بالديكودر اي وبي وسي. اخذنا الاي 0 بتحديد الجروبس بايفن اور اود فراغ كونكشنز، اي 1 واي 2 تحددت البورت اي اور بي او سي من كل سلايد. اذا ننتقل الى المراتب البقيه بالادرس 3 و 4 و 5، راح ندخلها على الديكودر حتى ينفذ عمليه التشيب سيلكت. اختيار انا اختار طريق، فاذا ضغطت اختار طريق معناته عنوان، واضح؟ ف 3 4 و 5 تربط الى المدخلات للديكودر 3 في 8 اي بي سي من كل مجموعه، فاذا هي نفس 3 و 4 و 5 تربط الى المجموعه الاولى، 3 و 4 و 5 تربط الى المجموعه الثانيه لتحديد تشيب سيلكت لكل مجموعه من الايفن اور اود جروبس، واضح؟ ايش بقى من الادرس؟ بقى من 6 الى 15، اليوزر حر باختيار المراتب الموجوده داخل هذا الادرس لاينز. فاذا شفنا خليت سهم قيمتها اصفار واحدات، يعتمد على اليوزر هو شلون العنوان البورتس اللي حازنها او حاجزها لهذا البي بي اي، فخليناها بسهم. اوكي، عمليه اختيارها هل هي صفر او واحد يتم عن طريق اليوزر. المهم هاي المجموعه كلها تدخل على اند جيت. ليش اند جيت؟ لان انا اريدها اكتب هاي، واضح؟ اي واحد من عندهم انا اخلي بابل قبلها اذا اريد صفر، فلذلك وضعنا سهم قبلها انا اخلي صفر او واحد. اوكي، ليش؟ حتى اربطها للجيت البقيه اللي احنا قلنا ثلاث بوابات حتى يعمل هذا الديكودر اللي وحده اكتف هاي، وصمم عليه هذا الغرض، هذا الديكودر صمم لهذا الغرض لتنفيذ عمليه البارالل كونكشنز، واضح؟ وهذا نفس الكلام بالديكودر ممكن ينعاد وين؟ قلنا بالميموري كونكشنز، واضح؟ فهو هذا البلوك دايجرام اللي يوضح، ان شاء الله يكون واضح عندكم شويه اراده تخيل وحتى نفهم عمليه الربط هذه اللي ينفذ isolated 8255 parallel connections input output بين even odd address، even و odd address boundaries بالنسبه لل 8086، واضح؟ اذا كان ميموري ماب شوي ناخذ فكره، هو هذا نفس البارالل كونكشنز لكن عدد المراتب مو ال 15، نفس البارالل كونكشنز بالايسوليتد لكن عدد المراتب مو من 0 الى 16 الى 19، لان كانه يتعامل مع ميموري بنفس الترتيب بالضبط لعمليه الربط. ونلاحظ ايضا انه بما انه هو يعتبره ميموري ما يعتبره انبوت اوتبوت ديفايس، فنشوف هاي الاشاره ميموري انبوت اوتبوت كانت اكتب لو انا احتاجها حتى احدد انبوت اوتبوت ديفايس، لكن هنا راح يشوفها كانه ذاكره، فنشوف هنا كونفرتر بالطريق. اوكي، لان انا اريد ميموري، اريد ميموري نوع ميموري ماب، ميموري ماب، فالميموري ماب هاي واحد اذا تربط هاي الجيت ما راح يتفعل هذا الربط والانترفيس، فاقلبها عن طريق استخدام انفرتر، واضح؟
المحاضرة القادمة إن شاء الله نأخذ على عملية البرمجة وشون نكتب ونصيغ البرنامج ونصمم عملية الانتربيس وعملية الربط ونوصف الديفايسز المربوطة من خلال الـ PTI هذا إن شاء الله بالمحاضرة القادمة.